استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وقد دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما صحب الرئيس السيسي نظيره الإماراتي في جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة. وفي ختام الزيارة ودع الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد من مطار العلمين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي قام بزيارة خاصة لمصر، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما اصطحب السيد الرئيس أخيه الشيخ محمد بن زايد في جولة بمدينة العلمين الجديدة، زارا خلالها أبرز معالمها وتفقدا ما تم إنجازه من بناء وتطوير في المدينة. السلام عليكم. معانا ضيف عظيم وكريم جدا جدا الشيخ محمد. اسمحوا لي احنا نرحب بيه ونشكره ده هو يعني خد من وقته وسمح لنا ان احنا نيجي ونقعد معاكم ونتفرج عليكم ونشجعكم. هذا وقد قام السيد الرئيس بتوديع ضيف مصر الكبير بمطار العلمين، مثمنا العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين.